وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم. أهلا بك سعادة الوزير في نشرة الثالثة. بداية نبارك لجميع الطلبة والطالبات حصولهم على المنح والبعثات الدراسية، ونود سعادة الوزير لو تحدثنا عن الآلية التي تم على إثرها توزيع التخصصات والمنح الدراسية على الطلبة والطالبات. نعم، مساء الله، مساءكم جميعا بكل خير. وفي الواقع يعني تم ولله الحمد يوم أمس اعتماد تخصيص البعثات والمنح الدراسية للطلبة المتفوقين من مخرجات المدارس الحكومية والخاصة، ونفذنا في وزارة التربية والتعليم اجتماعا بالأوائل على مستوى مملكة البحرين هذه المدارس. كما تعلمون الوزارة اعتمدت مسبقا خطة شاملة للمتفوقين من المدارس الحكومية والخاصة، فخصصت عددا كبيرا من البعثات والمنح الدراسية للطلبة الحاصلين على نتائج من 90 إلى 100. طبعا الطلبة الحاصلون على نتائج 90 إلى 94.9 يحصلون جميعا على منح مالية لدعمهم في العملية التعليمية وفق التخصصات التي يرغبون فيها في مختلف الجامعات. أما الطلبة الحاصلون على معدلات 95 فحتى 100 فتخصص لهم بعثات دراسية شاملة، طبعا تشمل الرسوم الدراسية وكذلك المخصصات السنوية. نعم. من دون شك طبعا الخطة متنوعة، تأخذ بعين الاعتبار طبعا متطلبات سوق العمل، وذلك من خلال الخطابات التي يعني نفذتها وزارة التربية والتعليم مع مختلف الجهات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص. فهناك طبعا بعثات مخصصة في الجامعات الوطنية الحكومية، وهناك أيضا بعثات مخصصة في مختلف الجامعات الخاصة، وهناك أيضا بعثات مخصصة في عدد من جامعات دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لاتفاقيات التبادل الثقافي بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. أيضا اعتمدت وزارة التربية والتعليم المعدل التراكمي كمعيار أوحد للمفاضلة بين الطلبة في طبعا التنافس على البعثات، وهذا يحقق أكبر قدر من العدالة. طبعا يوم أمس أعلنت الوزارة أن جميع الطلبة الذين حققوا المستويات العالية على مملكة البحرين فيما يتصل بالمدارس الحكومية والخاصة حصلوا جميعا على رغباتهم الأولى. وطبعا يطلب من الطلبة بشكل عام أن يرتبوا رغباتهم بحسب ما يتم توفره ضمن الخطة المطروحة. نعم، إذن سعادة الوزير كم يبلغ إجمالي عدد الطلبة المستحقين للبعثات الدراسية، وكم بلغت نسبة الذين حصلوا على رغبتهم الأولى؟ طبعا 70% من الطلبة حصلوا على رغبتهم الأولى من إجمالي أكثر من 1800 طالب وطالبة. فنحن نتحدث عن حوالي 1300 طالب وطالبة حصلوا على الرغبة الأولى، سواء كان ذلك في الجامعات الحكومية أو في الجامعات الخاصة. أيضا حوالي 10% حصلوا على الرغبة الثانية، فنحن نتحدث عن تقريبا 80% من إجمالي عدد الطلبة المستحقين للبعثات الدراسية الذين حصلوا إما على الرغبة الأولى أو على الرغبة الثانية. وهذا يؤكد نجاح سياسة وزارة التربية والتعليم في اعتماد طبعا المعدل التراكمي يعني معيار وحيد للمنافسة، في نفس الوقت نجاح سياسة وزارة التربية والتعليم في التنسيق مع مختلف مؤسسات التعليم العالي لتوفير المقاعد ومختلف التخصصات الملائمة للطلبة، فضلا عن طبعا إتاحة المجال للطالب بعد الحصول على الإرشاد الأكاديمي اللازم في اختيار طبعا تخصصه المتاح، سواء كان في الجامعات الحكومية أو في الجامعات الخاصة. نعم، سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.